رئاسة الكابتن محمود الخطيب لفريق كرة الماء في النادي الأهلي. ويمكن احنا شايفين طبعا جهاز فريق كرة الماء في النادي الأهلي والإنجاز الطيب اللي اتحقق خلال هذا الموسم بتحقيق ثلاثية. فبنتكلم على الدوري والكاس وبطولة كأس مصر، وشايفين طبعا في الصورة مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وشايفين كمان الأستاذ محمد الجرحي والأستاذ محمد الغزاوي أعضاء مجلس الإدارة وجهاز كرة الماء، وبالتأكيد جهاز السباحة كمان في النادي الأهلي. إنجازات رائعة جدا اتحققت، مش بنتكلم بس على إنجاز فريق كرة الماء الإنجاز الجماعي، لا ده كمان حتى على مستوى الألعاب الفردية في لعبة السباحة في إنجازات طيبة جدا ورائعة جدا على أعلى مستوى. شايفين كمان أهو الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، بقول لحضراتكم السنة دي في إنجازات اتحققت على جميع الأصعدة، وفي حضور كمان أهو للكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب كان حريص على هذا اللقاء ووجه كلمة لأفراد الجهاز الفني وقطاع السباحة وقطاع كرة الماء في النادي الأهلي والنشاط الرياضي، ويمكن الكابتن دايما في حرصه على كل كلمة بيوجهها لأي فرد أو أي منظومة بتعمل داخل مؤسسة النادي الأهلي، إن دايما النادي الأهلي اعتاد على توارث القيم والمبادئ من جيل لجيل، وأن من يعرف قيمة أو قيمة النادي الحقيقية يدرك أنه لا يوجد مجال للتشبع من البطولات. أعتقد بتبقى رسالة دايما حريص الكابتن محمود الخطيب يوجهها لأي فرد أو لأي منظومة بتعمل في قطاعات النادي الأهلي المختلفة. طيب تعالوا نشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب ولقطات من هذه الزيارة أو من هذا التكريم، لأنه تكريم على ثلاثية اتحققت لفريق كرة الماء الوتر بولو، دوري وكاس وبطولة كأس مصر. أكيد نطلع ونشوف ونرجع، لأن كمان عندنا تعليق وعندنا تفاصيل تانية هنتكلم فيها النهاردة في سياق برنامج الترند. السنة اللي فات كنا عملنا احتفال مجمع كده، لقينا فيه ان احنا لا حابين نقعد مع فريق نشوفكم وتشوفونا ونكون على تواصل مع بعض، فعشان كده غيرنا السيستم شوية السنة دي، ان احنا كل فريق حقق حاجة محترمة وحاجة كويسة لازم نكون نلتقي بيهم. يعني طبعا انتوا منظومة او احدى منظومات النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما كوادر وافراد ومجموعات بتسلم بعض. مين اللي بيسلم بعض ومين اللي بينجح في المشوار ده؟ الناس اللي عندها اسس معينه وقيم ومبادئ اتربينا عليها. اللي هيحافظ على ده هيبقى واحد من المنظومه، اللي ما بيحافظش على ده اكيد بيبقى خارج المنظومه. شيء طبعا بيسعدنا ان احنا بقالنا فتره طويله بالنسبه للوتر بولو، وده بيرجع لجهاز العاب الماء وجهاز اللعبه نفسه، ان احنا بعد سنوات طويله نحقق حاجات كويسه. اتاخرنا ليه السنين اللي فاتوا؟ موضوع اكيد اتبحث وحطوا اسباب احنا ليه ما كسبناش السنوات اللي فاتت دي، وحطوا العناصر وحطوا الامكانيات اللي ممكن تساعد حضراتكم او الجيل ده انه يحقق حاجه. بس الجيل ده لما بيحقق حاجه، لو جيل او عناصر ما يعرفوش قيمة النادي الاهلي هيكتفوا باللي حققوه. يعني هنقول لا ده انا خلاص كسبت السنة اللي فاتت وكسبت السنة دي، يبقى انا خلاص انا كده حققت ده اقصى حاجة. اللي وصل لي ان هو داخل دماغكم او داخل قلوبكم ان انا كده اكتفيت، يبقى انت انتهيت. لازم تبقى الامور ده عندكم مهمة جدا. النادي الاهلي ما بيكتفيش. النادي الاهلي اذا كان حقق كاس لازم يبص، مجرد ما رفع الكاس ده ونزله بيبص للكاس اللي بعديه. هو ده طبيعه النادي الاهلي، وده اللي احنا اتعلمناه من يعني كل من سبقونا في اداره العمل وفي حتى في اللاعبين، ان احنا بنتعلم منهم ازاي. اصبح عندكم دلوقتي انتوا الجيل اللي بعد سنوات طويله حقق حاجه كويسه. أصبحت مسؤولية مضاعفة. المسؤولية الأولى إزاي تحافظ على ده، وإزاي تضيف، وإزاي اللي جاي يبقى أفضل. فده بالنسبة لكم بقت مسؤولية كبيرة. الكوز دي مع احترامي الكامل هي خلاص تاخدت وترفعت وحسيتوا بيها والناس قالت لكم مبروك. طيب اللي جاي إيه؟ اللي جاي هتكتفوا بده، ولا اللي جاي هتكون عندكم من الإصرار ومن العزيمة ومن الروح ومن القلب ومن
التدريب ومن العطاء ومن الالتزام ومن التركيز انك انتوا تحققوا السنه اللي فاتت ما تقلوش عن ده. اتمنى يكون كل الغرفه دي بقى كده على قلب رجل واحد، ازاي نحط قدامنا كده عناصر نجاح وتحقيق بطوله ما نتنزلش عنها، ما نسيبهاش يعني، وما نكسلش. اتمنى ده وبالتوفيق باذن الله في اللي جاي.